اليوم جايب لك كتاب راح تاكل اصابع كرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمد ناصر أبو يوسف، بكلمكم من قطر من قناتي مذكرات ممرض، ونتكلم فيها عن التمريض مهنة العظماء. في هذا الفيديو راح نتكلم عن كتاب من أروع ما أنجبت البشرية، بفيد كل ممرض. طبعا أنت كممرض أول ما تتخرج تحتاج أنك تزيد معلوماتك ومعارفك من طريقين، لازم تقرأ وتشتري كتب وتشترك في دورات على أساس اللي درسته في الجامعة ما تنساه. الطريقة الثانية لازم تقرأ كتب وتشترك في دورات تجدد معلوماتك، لأنه كل يوم بيطلع أدوية جديدة وأمراض جديدة ومعلومات جديدة، وهي من سيئات مهنتنا أنه بدك تظل تتعلم باستمرار لغاية ما تصل لحظة التقاعد. فمن أجمل الكتب اللي بنصح الجميع يقرأها سواء كان طالب تمريض في فصل التخرج أو أول ما يتخرج ويتعين هذا الكتاب. هذا الكتاب اسمه ECG Made Easy، أو التخطيط صار أسهل. الكتاب من تأليف جون هامبتون، بروفيسور طب القلب في جامعة نوتنغهام. انتشر أول مرة عام 1973، وتقريبا كل 7 أو 8 سنوات بطلع منه طبعة. فخلال 51 سنة طلع منه 8 طبعات، هاي الطبعة الثامنة، وتمت ترجمته إلى الفرنسية، الألمانية، الإيطالية، التركية، الإندونيسية، البرتغالية، البولندية، التشيكية، الصينية، اليابانية، وبيعت منه أكثر من 500,000 نسخة عبر التاريخ. الكتاب مش غالي، تقريبا حقه 18-19 دولار تقدر تقتنيه. وانا بنصحك كممرض اذا بدك كتب تفيدك في حياتك، هذا اول كتاب تشتريه وتخليه معك للابد. مهم جدا، هذا الكتاب ليس شاملا لكل تفصيلة من تفاصيل الاي سي جي، لكنه مقدمة مبسطة لا غنى عنها لكل الممرضين وطلاب الطب والفنيين والمسعفين واي انسان له دخل في امراض القلب. الكتاب وصفته لبريتش ميديكال جورنال او مجلة الطب البريطانية بانه من كلاسيكيات الطب، يعني بالعربي اي واحد بده يدرس طب او يمرق من جنب الطب لازم يكون مر عليه هذا الكتاب، واستفادوا منه اجيال عبر اكثر من نصف قرن ابتداء من تاريخ تأليفه. هذا الكتاب بتألف من جزئين، الجزء الاول The Basis يعني الاساسيات، والجزء الثاني Making the most of the ECG يعني الاستفادة اقصى قدر ممكن من تخطيط القلب. الجزء الاول The Basis بيشرح لك اساسيات التخطيط، بيشرح لك اياها في اسهل لغة ممكنة وبتقدر تتعلمها لحالك بدون معلم، بيشرح لك ليش احنا يمكن انه نحصل على كهربائية القلب مرسومة على شكل تخطيط قلب، بيركز على تسجيل التخطيط وتفسيره يعني الانتربريتيشن تبعه، وبيركز على اهم الابنورماليتيز او الاضطرابات تبع تخطيط القلب. بيحتوي على 4 فصول او ابواب. الباب الاول بيتكلم عن What the ECG is about، يعني عن ايش بيحكي الاي سي جي، عن ايش بيتكلم تخطيط القلب. في هذا الباب راح اقول لك ماذا تتوقع ان ترى في تخطيط القلب، ما معنى كهربائية القلب، ما هي الأجزاء المختلفة من موجة الاي سي جي اللي هي البي والكيو والآر والاس والتي والآخرين، كيف تطبع بوضوح، وكيف تبلغ الطبيب بالنتائج بطريقة واضحة. ما في شيء اسمه تخطيط ابنورمال، بدك تقول له البي ار انترفال طويلة، الكيو ار اس فيها مشكلة، عنده اس تي اليفيشن، عنده اس تي ديبريشن، بدك تعرف المصطلحات هاي. الباب الثاني اللي هو كوندكشن اند اتس بروبلمز، مشاكل التوصيل الكهربائي في القلب او مشاكل الكوندكشن، مثل الفيرست ديجري بلوك، سكند ديجري بلوك، ثيرد ديجري بلوك، رايت بندل برانش بلوك، ليفت بندل برانش بلوك، والاكسس ديفيشن. الباب الثالث بيتكلم عن ذا ريثم اوف ذا هارت، بورجيك الريتم الطبيعي والريتم غير الطبيعي لتخطيط القلب. بحكي عن البراديكارديا، عن التاكيكارديا، عن الاكسترا سيستول، على الفيبريليشن، وكيف تعمل انترفينشن تمريضي او تعالجها سواء كطبيب او كممرض. الباب الرابع والاخير اسمه abnormalities of P waves QRS complex and T waves. في هذا الباب بتكلم لك عن الابنورماليتيز لكل سيكشن من تخطيط القلب. ففي عنوان لحال abnormalities of P wave، عنوان لحال abnormalities of QRS complex، abnormalities of T wave، abnormalities of ST segment هذا بهمنا جدا في جلطات القلب، و abnormalities of T wave. عشان تستفيد من تخطيط القلب لازم تحط قدامك تخطيط القلب مع الصورة السريرية للمريض، مع فحوصات الدم، مع صور الأشعة، مع كله، عشان تشوف الصورة كاملة. وهذا الاشي اللي بتستفيده لما تقرأ الجزء الثاني من الكتاب اللي هو making the most of ECG، يعني الاستفادة لأقصى درجة ممكنة من تخطيط القلب.
في الجزء الأول وهو جزء جميل جدا بيوريك the ECG in the healthy people. الـ ECG الطبيعي كيف لازم يكون شكله، علشان لما اشوف ECG مش طبيعي اقول هذا مش طبيعي، هاي لازم تكون هون ولا هاي لازم تكون هون، هاي لازم تكون اكثر وهاي اقل. بيورجيك الفروق بين الناس اللي ممكن تواجهها عند عمل الـ ECG، خصوصا من ناحية الريس. يعني بعض الاشكال في الـ ECG بتكون عند الانسان الابيض اب نورمال وعند الاسود نورمال، فبدك تنتبه ايش شكل التخطيط الطبيعي وايش شكل كل جزء فيه، البي الطبيعيه كيف عشان لو زادت او نقصت تعرف، الكيو ار اس كيف، الاس تي كيف عشان لو ارتفع او نزل تعرف، وهكذا. الباب الثاني من الجزء الثاني اسمه the ECG in patients with chest pain or breathlessness، تخطيط القلب للمريض اللي عنده ألم بالصدر او ضيق بالتنفس. في هذا الباب بورجيك الانسان الابنورمال كيف بكون الاي سي جي عنده، خصوصا هذول المشكلتين اللي هي chest pain وshortness of breath. الباب اللي بعده اسمه the ECG in patients with palpitation or syncope، لما يكون المريض عنده قوة أو سرعة بالنبض أو يكون عنده دوخة أو غيبوبة بسبب مشكلة بالقلب، الـ ECG لازم يكون له شكل معين، هذا الفصل بيوريك كيف. بنقسم لأربع أقسام، التخطيط لما يكون no symptoms، والتخطيط لما يكون فيه symptoms أو أعراض، والتخطيط للمريض اللي مركب بيس ميكر، والتخطيط للمريض اللي توقف قلبه يعني صار عنده كاردياك ارست. الجزء الاخير والاروع اسمه ناو تيست يور سيلف، بتلاقي اسئله عباره عن تخطيطات قلب لاكثر من مريض وبقول لك طلع لي الاشي المش طبيعي في كل واحده. هذا جزء ممتع جدا ممكن يفيدك عشان تراجع المعلومات اللي اكتسبتها من نفس الكتاب. طبعا بعطيك كل الاي سي جي مع السيناريو الكلينيكال تبعه. لو حبيت تستزيد اكثر في تخطيط القلب فهذا المؤلف بالذات له كتابين ثانيات مفصلات عن التخطيط، واحد اسمه The ECG in Practice بيورجيك في المستشفيات او في الحقل التنفيذي الفعلي او التطبيق الفعلي لتخطيط القلب كيف ممكن تستفيد منه، وفي كتاب ثاني اسمه 150 ECG Problems في الأشياء الحالات النادرة أو الأشياء اللي ممكن تلخبطك في بعض التخطيطات أو الأشياء اللي يمكن تشوفها مرة بالعمر بتلاقيها موجودة، فهذا يعتبر مفصل أكثر من الكتاب اللي حكيت لك عنه. عنوان الكتاب تم اقتراحه من توني ميتشل بروفيسور في جامعة نوتنغهام، ومن وقتها انطبعت عدة كتب على نفس المنوال. في كتاب ثاني اسمه Chest X-ray made easy، في كتاب اسمه Ultrasound made easy، في كتاب اسمه CT scan made easy، فصار كل صورة أو كل تخطيط أو كل فحص مختبر له كتاب اسمه made easy على اسمه. على فكرة كتاب Chest X-ray made easy جميل جدا جدا، في يوم من الأيام راح أعمل لك ريفيو عنه برضه. لو عجبك الفيديو لايك للفيديو، لو عجبتك القناة اشترك بالقناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك جديد أول بأول، والسلام عليكم ورحمة الله.